شوف انا ماذا بيا نكملوا حياتنا كيف كيف، مي اسكو انت تقدر دير لي عصله الله هاك تعرف الجيران لي زانمي تبا ايما انت طلبتي غالي عرسك داري وحدي الذهب من الفوق للتحت شويه راح نتزوج معك كليوباترا شويه علاش خساره فيا هاد الشيء وزيد ماشي غير هادوما صال ديفات كبيره لبسه 22 30 شي حاجه شايه بالمنيو وديسير بالبانانا بانان انت سنيتي حتى 100000 الكيلو يخلص مالا نحي الورد من طوموبيل تاع لاروسا وندير لك انتوما انتوما غالي طلي لي شونتور شي حاجه يسكن منك واحد 5 مليون دينار 5 مليون ايه هكذا كي بديتي تفهميني ودوا نديروا العرس سي بون ها كوا مي تي فو 500 مليون ماشي 5 ملايين شحال شحال 500 مليون خليني نريح لا يما من بعد راح تزوج مع حشود دي 3 ملايين للشهر انا شهر يا ربي علاش هكذا شوف انا عطيتك بزاف من وقتي هادو هما لي كونديسيون تاوعي عجبوك راك تعرف باب لنا يا روحي شكون حقرات؟ ايه اسكت عليا همي يكفيني انت هبني كونتاكت وخطير ولا علاش ندير لي بوم باش لي حقرات عيني نقبهم له شكون قلت له شكون حقرات؟ اسكت في نشرتنا الاخباريه الخاصه ان اعلنت اليوم الحكومه الروسيه رسميا الغاء التاشيره للجزائريين واكدت حكومه موسكو انه بامكان الرعايا الجزائريين الدخول الى الاراضي الروسيه دون تاشيره دوكا انا راني مليح دوكا انتيك هيا الحمد لله نحاول فيزا ايما ايما حنا في حسابتي ايما ايما نقتلو عيني نجمدهم له ايما راحتي عليه 7 سنين وانا نطريني غير على جالو شوف جدولو نطردهولو الليبيا نحطالو هنا في القرجومة راسو نخربهولو ايما نطريني ايما هبلت وش بيك هبلت خلي بنت بلادك اللي تهلا فيك ترفضك تروح تزوج لي بروسيا هبلت كي خسرت فيك انايا ها 500 مليون روح يعطوك زوج ملاير كاع لاشان ما فهمتش ديجا كاع كيفاش شد فيك صحاح قتلتيني بصحاح لافونير تاعي مع الشقراوات روسيا فيف العين الخضور ربي ها ربي يا كلشي تعكس لي ربي ها ربي يا عرسي اني لي نعم خويا خويا سمعت بلي الروس نحاو الفيزا حبيت نروح لتماك واش راك حدير في الروس خو انا تصورت معاهم قاعدي حبيت نروح لتماك على شارابوفا اي ديك فاميل تبعت لي في الفيسبوك بصح حبيبي على بالك انت اللي تصورت معاهم سخانه على فريك الروس برد اخو جوستومو يومين انا في فريجيدر اونطريني تمليح فريجيدر خو الماء ما يشتبردو مليح انا نبعت شوف نعطيك حل شباب روح ضربها كانجر في لامورك تاع القطار هكذا خويا الا شديت اروح من عندي اخو عندي حسيفه لازم نفيها دبر راسك الدين يا كمي روحك حبيبي وش بيك وش من الحسيفه اللي عندك انت يا ودي عندي حسيفه مع واحد تما في الروس زعما يدير فليفي دار كات فيلم يجيب فليفي قوس تقل فيهم وانا شوف يا خو ديني نقضي عليه اون فابورتوت يا خويا خلينا منه يا شكون هذا اخو كيف شكون يا اخو معروف هذا تقعد بيا شكون بويكا 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 متعش بويكا اكسير راني ستوري سارتا كاع اسمح لي شريك الخبزه مسكره انا خبزه مسكره اه اسمح لي اخو تديني ولا لا لا يا اخي ما اروح انا نضرب معاك اسمح لي نضرب معاك ما ريسكيش بالناس انا نضرب معاك ونضرب معاك اروح تديني ولا ما تدينيش نديك يا اخو بصح كاينه حاجه حبيبي نتفاهموا عليها درام الصندوق الافونس خويا ها واش من صندوق الصندوق اللي تولي فيه ان شاء الله اخو روسيا فين ماليك العقل والسحق حبيبي خويا طلبت لي 500 مليون خويا عملت لها شريطه وانا ندير لها 3 ملايين هاك ريزيرفي لي للروس خويا دي نلقاها في الايروبور هذيك هي اللي نزل قال لي راح نتزوج بها ان شاء الله يا ربي تفضل خويا الله يزدك يا خويا بصح على بالك بلي كفار الروس يا اخي واش من كفار قالوا لي كاين سيتي صغيره حومه تماك فيها معمره مسلمه يا خويا نروح نصدم نتزوج بوحدها تسترني ونسترها ان شاء الله الله يبارك خويا على ما تروحش تستر تاع المال يا خو ام دايرين حاله هنا خو طرام المترو وين دور تلقاهم صداكا 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 دبر على قمشتك الله يعطيك الخير خويا دبر على قمشتك خويا ريزيرفي لي خلينا نروحو يا خو اوكي كيما حبيت حبيبي باذن الله واللي السمانه الجايه كورتك واجدين خو خويا العزيز يا بوي كاكا راحت عليه بوي كاكا خويا اسمع ما بدلنا هاد لاشان ما تبدل لاشان ما والو ملي قالوا نحينا الفيزا وانا دايرها هاد لاشان
فوق فوق بس فوق وقرا اخو وقرا يا ودي ما نعرفش نقرا انا في غير نضارب انا في غير نضارب انا الخبر تاع الفيزا ما كاش منه خو خليني نعمل قراءة ما كاش منه ما كاش فوق هاي ماس لكلها يا يما يا يما دوك هذا البوي كاوش انا تعطي عليه مانو بالخير هدايا كيما نجي نروح نضربوه تخرج صرا عفسه قلت لها كوب ديمون نروح مع الجزائر للروس خسروا قلت لها نسرق في تليفون باش تدوني الحبس تاع الروس خرج براءة واش ندير برك انا واش ندير هو انا نخدم جون بانور لو ابي نخدم جون بانور لو ابي راحتي عليك يا بويكا قسما بالله بارك سالك من يدي يا بويكا والله بارك سالك من يدي شكون هو يعيط واش طلاب مازال ما رحت للروس انا طلاب خسارة عليك صارت غلطة برك هذا ما كان وي دوكا كي انيلوها ولا تغلطا نقول لك حاجة أنا مع واحد وين تبان انت سيد الرجال اون بليس امبورتاتور تاع التون شوف اصبر اصبر نقول لك حاجة كملت مال 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 عمدة ديك صح بويكا بويكا علاش تضحك يا لا 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 لا